ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبرحب بسيادة النائب علاء خير الله عضو مجلس النواب عن دائرة أبو تيجو صدفة الغنيم. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك بحضرتك وبحضرة نورتين السادة النهاردة المشاهدين. ونورت الاستوديو كله. ربنا يخليك. كنت عايزة أعرف من حضرتك الهدف اللي خلاك تترشح لمجلس النواب. والله على فكرة أنا ترشحت في 2015 وكنت دخلت إعادة يعني برضو، وما كانش فيه توفيق. هو موضوع الترشيح في حد ذاته هو جه كده يعني، على فكرة ما كانش ليه لا تخطيط ولا ترتيب ولا أي حاجة. إن أنا كنت ضابط في القوات المسلحة يعني، وخرجت في 1/2015، فجت الفكرة بعد خروجي على طول يعني، ما كانش فيه ترتيب ليها يعني من بعض الأقارب والأصدقاء. قالوا لي طالما مش هتكمل يعني في القوات المسلحة، لأن أنت عارفة يمكن في ناس ما تعرفش النقطة دي، اعتبارا من رتبة العقيد دي اسمها الرتب الاختيارية، ممكن الضابط لو مش عايز يستمر ما بيستمرش يعني. فهي جت الفكرة كده يعني، ما كانش ليها ترتيب. هو في نقطة مهمة بتردد أقاويل، إن دايما اللي مترشح المترشح على مجلس النواب تمام في الفتره الانتخابيه بيبقى قريب جدا من المواطنين، بينزل بيشوف شكواهم ايه، بيشوفوا طبعا بيوعد هعمل 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 تمام، وبعد ما بينجح كله ده ما بيختفي، دي حقيقة. والوعدات بتنتهي، دي حقيقة. طب ليه؟ لان هو ما عندوش هدف يعني، هو هدفه الوحيد ان هو يوصل للنجاح، ان هو هدفه ان يكون نائب، فهو وصل للهدف بتاعه فخلاص بيبدا يختفي. واللي موفقش متعودين الناس دايما طول عمرها ان هو بيختفي ويجي قبل الانتخابات بمده صغيره يبدا يظهر. لكن الحمد لله انا بالنسبه لي يعني انا موفقتش في انتخابات 2015، من تاني يوم كنت موجود في الشارع، ومن تاني يوم موجود مع الناس وشغال، ويمكن ده الحمد لله اللي اداني قوه في انتخابات 2020 الحمد لله يعني. طيب حضرتك طبعا دلوقتي نائب عن 3 دوائر، ابو تيج وصدفة والغنايم. لا، عن 3 مراكز، عن هي دايره واحده. عن 3 مراكز. ابو تيج وصدفة والغنايم بقراهم تمام. طبعا المساحه كبيره والعدد كبير، تقريبا على ما اتذكر 48 قريه يعني. على ما اتذكر تمام. هو حضرتك هتكتفي بس او هتبدا تتحرك في نطاق ابو تيج بس، والاستاذ الحسيني مثلا هيتولى صدفة؟ طيب لو الامور كده الغنايم هتروح فين؟ والهل هتمسك ال3 دوائر برضو هتقدر ان انت تشوف المشكلات دي كلها؟ تمام، هو سؤال كويس، وفعلا هو السؤال ده يعني مهم بالنسبه لي عشان الناس تبقى عارفه، عشان ما تحسش ان انا مقصر في بعض الاماكن. لان فعلا المكان 3 مراكز موضوع صعب على اي نائب ان هو يقدر يغطي ال3 مراكز. ولكن انا خلال الجولات الانتخابيه، هو انا يمكن قلت ان انا مش ملم بمشاكل صدفه والغنايم زي ما ملم بمشاكل ابو تيج، بحكم ان انا من 2015 وانا موجود في ابو تيج ما كانش صدر التشريع اللي هو اتساع الدوائر او ضم مراكز مع بعض الا من فتره قريبه، فبالتالي كان صعب ان انا اقدر الم او ابقى على درايه بمشاكل صدفه والغنايم. ولكن انا بسعى جاهدا ان انا اكون على تواصل مع الناس، ويمكن برضه هم بيحسوا ان في تقصير، وانا ما بلومهمش على ده، لان دايما الناخب عنده امل كبير في الشخص اللي هو اداله صوته واختاره. ولكن انا بقول لهم التمسوا العذر، لان انا فعلا بالنسبه لي اتكلم عن نفسي، موضوع ان صدفه والغنايم انضم لابو تيج او ابو تيج انضمت لصدفه والغنايم يعني، المهم بقوا دايره واحده. طيب. الموضوع ده ما كانش من فتره بعيد. بالنسبه للنواب، يمكن انا كنت في اكتر من مؤتمر قلت المفروض ان يبقى في تنسيق ما بيننا كنواب لابو تيج وصدفه والغنايم، ان احنا ننسق مع بعض، ولان في النهايه المصلحه للمواطن، فلازم المفروض ان احنا ننسق مع بعض. ولكن انا مش عايز اقول الكلام ده عشان ما يتاخدش عليا، لان انا لو قلت هذا الكلام هيتقال يبقى هو بيتنصل من صدفه والغنايم على اساس يبقى اللي موجود فيها الاستاذ الحسيني جلال وانا موجود في ابو تيج. لكن لا، انا نائب لابو تيج وصدفه والغنايم، وبدليل ان انا بتجيلي ناس كتيره من صدفه وبتجيلي ناس من الغنايم، وفي ناس بتتواصل على الصفحه بتاعتي وبتاخد تليفوني وبتكلمني،
مباشرة، وفي طلبات بتجين من المركزين، ولكن أنا دايما بحب الواقع في الشغل. لا فعلا أنا يعني مش هبقى أو حاليا مش متواجد في صدفة والغنايم بقدر ما أنا متواجد في أبوتيك بحكم الإقامة بتاعتي، يعني بحكم أن أنا مقيم في أبوتيك، فطبيعي أن أنا مش متواجد في صدفة والغنايم بنفس يعني الممل والمشاكل بتاعة أبوتيك بتبقى أكيد أكتر بحكم تواجدي، يعني بحكم أن أنا مقيم في أبوتيك. طب كان في أثناء الفترة الانتخابية كان في تحالف ما بين حضرتك وما بين الأستاذ الحسيني؟ تمام. طيب ممكن تكلمنا عن والله بصي أنا لما خضت انتخابات 2015 أنا عدت رقم واحد، دخلت العادة رقم واحد، وكان ليا تصريحات قبل الانتخابات سئلت يعني، ودي بعتبرها قلة خبرة يعني في السياسة، لأن أنا سئلت ببعض المؤتمرات أو كذا مؤتمر الإعادة هتعمل فيها إيه؟ قلت أنا هخوض الإعادة لوحدي بدون تحالفات، وبناء عليه ما قدرتش أغير، بالرغم إن الناس اللي هم بنقول مخضرمين سياسة وقعوا اللوم عليا، لأن قالوا لي لازم يبقى فيه تحالف، ولكن أنا ما قدرتش أغير حاجة وعدتها مع الناس. لأن طب ليه الأستاذ الحسيني بالتحديد؟ والله بص هو كل واحد في موضوع الإعادة ليه الحسبة بتاعته يعني ليه معلش يعني شوية حاجات كده حسبة، فأنا قعدت مع نفسي وحسبتها ولقيت إن أصلح واحد ان انا اتحالف معاه هو الاستاذ الحسيني. على فكره برضو عشان سؤال الاستاذ الحسيني انا اعرفه من قبل موضوع الانتخابات يعني على علاقه شخصيه بيه، فيعني ارتحت له. طيب احنا اول ما بدانا نعلن حضرتك هتكون متواجد معنا في البرنامج على الصفحه بتاعه البرنامج جات لنا شكاوى كتير، انا النهارده استضفت حضرتك عشان اعرض عليك الشكاوى بتاعه المواطنين دي. تمام. بس هبداها مع حضرتك، هناخد نقطة نقطة يعني. أول حاجة هنتكلم فيها على البطالة. يعني حضرتك أكيد حاطط حاجات أو مثلا أنا عندي المشكلة دي مثلا كذا كذا كذا، إيه الأولويات اللي أنت حاططها في دماغك إن أنت تشتغل عليها أول حاجة؟ هل هي الصحة ولا التعليم ولا البطالة ولا إيه بالظبط؟ والله هو الموضوع كله يعني يتاخد على بعض، ولكن لو قلنا الأولويات أنا عندي قناعة إن رقم واحد في التلاتة دول هو التعليم. لأن التعليم يعني ما فيش جهل، فممكن يبقى فيه توعية للصحة وفي استقبال للناس من ناحية الصحة، يبقى رقم واحد التعليم. رقم اتنين الصحة. أقول رقم ثلاثة البطالة، لأن البطالة ممكن دي موضوع دولة، يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا هحل البطالة، ولكن ممكن يبقى ليا مقترحات. بس بالظبط كده احنا بنتكلم يعني على إيه الحلول أو إيه المقترحات اللي حضرتك ممكن تقدمها في الموضوع ده، موضوع البطالة. طيب بالنسبة للبطالة، يمكن النهاردة بالصدفة يمكن أنا لسه كنت موجود عند الأستاذ علاء مدير البنك المصري الزراعي قبل ما أجي هنا على طول، وشفت إيه الخدمات اللي بيقدمها البنك من قروض وحاجات، من ضمنها حاجات قروض صغيرة، بحيث إن هي الهدف بتاعها لما اتناقشت معاه الهدف الأساسي بتاعها إنه يوفر فرص عمل صغيرة ممكن للست اللي موجودة في البيت، للراجل اللي هو عايز يبدا بفلوس صغيره، يعني هو تقريبا القرض من 2000 ل 10000 بفايده صغيره، دي لسه ما نزلتش اسيوط، ولكن تم التجربه بتاعتها في احد المحافظات، وان شاء الله هننزلها في اسيوط. الحاجه الثانيه بالنسبه للبطاله، ان احنا ممكن نحاول بالنسبه لابوتيج وصدفه والغنايم ان احنا نشوف مستثمرين يحاولوا يعملوا مصانع او مشاريع انتاجيه، لان عشان تستوعب جزء من العماله ان شاء الله. لكن موضوع البطاله موضوع كبير اكبر مني واكبر من يعني موضوع على مستوى الدوله يعني. طب حضرتك كنت صنفت الاولويات بتاعت حضرتك، انت ابتديت بالتعليم. تمام. طيب ايه اللي حضرتك حاطه في دماغك انت هتعمله كتطوير مثلا للمنظومه التعليميه، مش هنقول منظومه تعليميه بس، كتطوير للتعليم في حد ذاته في التلات مراكز دول؟ تمام. هو بالنسبه للتعليم برضو يعني من ضمن الحاجات اللي انا لمستها وعامله مشكله اولياء الامور ان ممكن يبقى ما فيش تنسيق ما بين الجهات والوزارات والهيئات. من ضمن الحاجات دي ان طبعا دلوقتي التعليم بيعتمد على التابلت وعلى النت. طب احنا عندنا مناطق كتيره اللي هي مش هنقول عشوائيه ولكن استحدثت وانشات مش وصل لها اساسا خطوط ارضي. تمام. مع العلم ان التعليم حاليا معتمد اعتماد كلي
على التابلت. تمام. طيب بالنسبه للمواطن واحط نفسي مكانه كولي امر، انا المفروض دلوقتي لو عندي 2 3 في مراحل الثانويه العامه وبيستخدموا التابلت، محتاج كل واحد باقه نت، فده موضوع مرهق على ولي الامر. فكنت اتمنى ان يبقى في تنسيق قبل ما نطبق اي مشروع او اي حاجه، يبقى في تنسيق ما بين الجهات والهيئات علشان ما نفضلش دايما احنا ضاغطين على ولي الامر، سواء دروس خصوصيه سواء التابلت يبقى انا محتاج له باقه، طب انا عايز اوصل له خط ارضي وخط كذا، يبقى في تنسيق مع الهيئه القوميه للاتصالات، لان انا عندي مناطق كتيره سواء في ابوتيك سواء في صدفه سواء في الغنايم، ان شاء الله هنتقدم بطلبات علشان يوصل لها خطوط ارضي عشان نقدر نساعدهم ونساعد الطلاب على متابعه المناهج بتاعتهم ان شاء الله. طب بما ان احنا بنتكلم في نقطه التعليم، ليه الترقيات متاخره بتاعت المدرسين؟ والله هو انا لسه هقول لحضرتك، هو الموضوع ده اثير واتعرض عليا من حوالي اسبوع، ان دايما بس انا ما باخدش الكلام انا اسف بمصداقيه، لان دايما اللي بيعرض مشكله بيحاول هو عايز يوصل للحل بتاعه، يعني انا اللي اتعرض عليا اتقال ان كل المحافظات اعتمدت هذا الموضوع عدا اسيوط، محافظه اسيوط. تمام. فانا مش هقدر اقول اه ولا لا، انا لسه ما قابلتش السيد المحافظ غير مره واحده يعني، وكان عباره عن حفله تعارف يعني بالنسبه لجميع النواب. طب محافظه اسيوط، طب بالفعل اسيوط لسه ما اعتمدتش، طب ايه الخطوات اللي المفروض تتاخد؟ الخطوات هنسال سياده المحافظ اشمعنى اسيوط يعني هي اللي، لا اصل ده قانون يا بيطبق يا ما بيطبقش. بالظبط. بس يعني الموضوع ما هواش في مشكله يعني، بس احنا نعرف سبب عدم الاعتماد ايه، ولكن انا بقول لحضرتك احيانا بتوصلنا المعلومه وبعد ما بنبحث فيها ما بنلاقيهاش مظبوطه، يعني يقول ده اتطبقت في كل الدنيا عدا كذا، وتكتشف بعد كده ان هي ما اتطبقتش او في عائق او في حاجه لسه ما استكملتش او خلاف. فانا بحب دايما يعني زي ما بيقولوا نسمع من الطرفين، احنا سمعنا طرف. تمام. قال ان هي اتطبقت في كله عدا كذا، لا احنا هنسال سياده المحافظ ونشوف هل فعلا القرار ما اتطبقش في اسيوط، ولو لم يطبق ما طبقش ليه؟ لان في النهايه في قرار طلع او حكم محكمه واجب ان الناس. طب هو حضرتك انت بتقول جالك القرار ده من اسبوع، طب حضرتك هل خلال الاسبوع ده اخذت خطوات او اي اجراءات؟ لا انا لسه ما بحسش فيه بصراحه. تمام. طب احنا كنا اتكلمنا ايه في التعليم؟ بالنسبه حضرتك كلمت التعليم والصحه، تاني اولوياتك الصحه. تمام. بما ان احنا دخلنا في موضوع الصحه، في مشكله المواطنين بعتوا لها رسائل الصفحه وبوصل لك المشكله دي لحضرتك، احنا كنا ناشدنا بيها المسؤولين قبل كده. تمام. اللي هي مستشفى صدفه المركزي، نقص الاطباء فيها وقله الاجهزه. تمام. وقله برضو التخصصات، يعني ما فيش تقريبا مسالك، يعني كذا تخصص مش موجود في المستشفى، ودي المفروض ان هي مستشفى مركزي. وبرده مش بس صدفه، عشان برده ما تحددش بالصدفه بس، هي برده الغنايم نفس الوضع. واحنا دلوقتي في ظل جائحه كورونا، يعني الامر صعب، الامر مش محتاج ان احنا لسه هندرس لسه هنعمل لسه، لا طب نبقى نجيب كذا، لا المفروض ان احنا بناخد خطوه فعليه في المستشفى. احنا عندنا يعني على حد كلام المواطنين ان الدكاتره بيروحوا الساعه 9 بيمشوا 11، يعني المريض مثلا او اللي بيعمل لو راح الساعه 1 مش بيلاقي دكتور. طب ليه؟ والمفروض برده يبقى في رقابه، المفروض ان انا بدور، مفيش الا معمل واحد في مستشفى الصدفه بس، وقديم واجهزته قديم. تمام. مفيش اللي هو جهاز فيروسات، يعني في نقص كبير جدا. طيب انا هرد على حضرتك. هنعالجه ازاي بقى؟ طيب نقول الاول بس عشان الناس تبقى عارفه، زي ما قلت في الاول الناس طبعا يعني عندها امل كبير في النواب اللي تم انتخابهم. اكيد طبعا. ولكن هقول كلام قلته قبل كده برضو عشان اخش في الموضوع. انا قلت قبل كده ان النائب ده عباره عن وظيفه بيأديها. يعني او انا بالنسبه لي يعني وظيفه، دي وظيفه انا باديها، لها صلاحيات وعليها متطلبات. اي انسان بيشتغل وظيفه ايا كانت الوظيفه بياخد وقت عشان يلم او يبقى ملم بالوظيفه اللي هو بيديرها. يعني لو مدير مدرسه مسك مدير مدرسه، حتى لو هو كان مدرس جوه المدرسه، الموضوع بيختلف من مدرس لمدير مدرسه. نفس الكلام النائب، او بالنسبه لي انا اكيد هاخد بعض الوقت عشان اقدر اعرف ايه اللي في المستشفى وايه مشاكلها. يعني انا لسه انا مريت على المستشفى قبل كده، بس مريت عليها مش بصفتي نائب، بصفتي زائر.
لكن دلوقتي لما هخش المستشفى الموضوع بالنسبه لي مختلف. اكيد طبعا، لان انا هدخل بصفه نائب، النائب حاليا ليه صلاحيات الرقابه غير لما بروح زائر. هي المشكله سياده النائب في حاجه، المشكله ان الناس اتكلمت كتير والناس طلبت كتير، ولما دخلنا في ذروه كورونا كله طلب كتير، يعني مثلا احنا المستشفى مش هتتحمل، فهو الناس طلبت كتير، لما ما لقوش اي استجابه من اي مسؤول اضطروا ان هم يعملوا مبادره مع نفسهم. يعني دي كانت فعلا يعني حته جميله جدا منهم، ان هم عملوا مبادره، ما استنوش ان مسؤول خلاص يعني هم نشدوا المسؤولين وما فيش استجابه، طب هيعملوا ايه؟ اضطروا ان هم يعملوا مبادره مع نفسهم. طيب ما هو المبادره دي عشان يجيب اجهزه او معدات، صح؟ ايوه بالظبط. طب وبالنسبه عن طريق للدكاتره هيجيبوها منين؟ ما هم هيعملوا ايه؟ طيب اللي طيب بيقدروا عليه هم انا بيعملوا. بتكلم بالنسبه لي. تمام. يعني انا لما هدخل مكان وهلاقي فيه قصور هبدا ابحث، في قصور من عدد التمريض، في قصور من عدد الدكاتره، في قصور من عدد الامكانيات، الكلام ده بيتسجل، ولما اقعد مع وكيل وزاره الصحه هبدا اقول له الكلام ده. ان احنا ما هو بص حضرتك، احنا الناس بتشتكي من حاجه وساعه الفعل بتعمل حاجه ثاني. انا هكلمك بمنتهى الصراحه، يمكن الناس متعوده معايا على كده. طب ماشي، ازاي هقول لك ازاي. يعني الناس تشتكي من التمريض في مستشفى معينه، تمام في حين ان هو ممكن يجي لك 30 طلب كل واحد فيهم عايز ينقل الممرضه الفلانيه من المستشفى دي يوديها دي جنب البيت. ده الواقع اللي احنا عايشينه. يعني احنا بنشتكي من حاجه وبنطلب حاجه تاني، بس المفروض المسؤولين، انت الصالح العام اللي بيحصل هو اللي انا بشوفه. لكن المفروض والصح ان انا ببص كمسؤول او انا كنائب، انا لما بيجي لي اي طلب، يمكن انا حتى قلتها لناس كتير لما بقرا الطلب واقول له لا ده ينفع وده ما ينفعش بيزعل، بقول له انا مش مستاجر، انا مش مجرد بشيل طلب عشان اوديه المسؤول يمضي عليه، لا انا بقرا الطلب واشوف ينفع ولا ما ينفعش. في امكانيه ولا ما فيهوش امكانيه؟ لان احنا في فتره من الفترات وصلنا ان وحده صحيه مثلا فيها 70 ممرضه مثلا، في حين ان المستشفى المركزي نفسه بيعاني من نقص التمريض. فانا بطالب جميع الساده المسؤولين اصحاب اتخاذ القرار، بقول لهم لو سمحتوا نراعي مصلحه العمل. يعني انا لما بروح اكلم مدير مستشفى او اي حد في اي جهه على طلب لحد معين ويجي يقول لي والله حاجه العمل لا تسمح، بقول له تمام زي الفل، وانا اول واحد التزم بهذا الكلام. ولكن اللي هيزعلني ويخليني اخد اجراءات الناس تزعل منها ان الاقي نفس الطلب تم تنفيذه لنائب تاني او لاي حد تاني. هو ده اللي مرفوض بالنسبه لي تماما. يعني انا تقدمت بطلب لنقل فلانه او فلان من المكان الفلاني للمكان الفلاني، وتمت الافاده بيه ان حاجه العمل لا تسمح. انا بالنسبه لي حاجه العمل دي رقم واحد. طب ما هو كده ما عملش حاجه للمواطن برضه. يعني ما هو كده ما عملش حاجه للمواطن، لما اقول لي حاجة العمل لا تسمح، طب انت عملت ايه للمواطن؟ لا انا بتكلم على نقله من مكان لمكان. يعني على سبيل المثال مدرس عايز يتنقل من مدرسه يروح لمدرسه. وانا تقدمت بالطلب مثلا لوكيل الوزاره ان عايزين ننقل فلان من المدرسه دي للمدرسه دي. التوجيه قال لا ما ينفعش. ليه؟ لان المدرس ليه حصص، عدد من الحصص، وليه جدول، وليه كذا وليه كذا، المكان يعني محتاجه. بالظبط كده، المكان محتاجه. تمام. ونقله هياثر على العمليه التعليميه داخل المدرسه. يبقى انا المفروض ان انا اشوف الصالح العمل. بالظبط كده، انا هلتزم بهذا بالزبط. الكلام. تمام. ولكن اللي هيزعلني ان انا الاقي ان المواطن ده راح لحد تاني او نائب تاني خد الطلب راح مضهول. ده اللي مرفوض بالنسبه لي، ما ينفعش. طالما اترفض الطلب لاحد النواب نظرا لحاجه العمل، ما ينفعش ان هو يتوافق عليه لحد تاني. ما هي دي بقى مشكله فوق، مش عند المواطن. لا انا ما بتكلمش على المواطن، انا بتكلم على المسؤول. بالظبط، ما انا بتكلم، انا بتكلم على المسؤول عشان الناس ما تفهمنيش غلط. تمام. يعني حضرات الساده المسؤولين ما يفهمونيش غلط. بالظبط، وانا اصلا انا جايبه، لكن انا بقول ان مصلحه العمل، انا بالنسبه لعلاء خير الله في اي حاجه مصلحه العمل هي رقم واحد. تمام. يبقى اللي انا هطلبه طالما اتقال ان هو ده ضد مصلحه العمل ما ينفعش، يبقى خلاص ما ينفعش لاي حد تاني. لكن لما ينفذ لحد تاني يبقى نحط بقى 100 خط تنفذ له ليه. تمام. ده لو احنا عايزين الاصلاح.
ولا كلام غلط. لا تمام. احنا دلوقتي عايزين زي ما بنقول العداله الاجتماعيه والمساواه. يبقى اللي ينفع في لفلان ينفع لفلان، طالما اترفض لفلان يبقى يترفض لفلان بس. تمام. وانا جايبه حضرتك النهارده عشان اعرض عليك مشاكل المواطنين. ليه؟ لان الحاجه دي هتتحاسب عليها بعد 4 سنين، يا تكسب ثقه المواطن يا اما العكس. هو ده اللي انا يعني انا حاليا بعرض عليك مشاكل المواطنين. تمام تمام. يعني انا عندنا مشكله زي ما كلمت حضرتك، ده بالنسبه خاص للصحه. مشاكل كتير جدا برضو بالنسبه للصحه. خلي بالك انا عايز اقول حاجه تاني، يعني انا حتى هذه اللحظه بعتبر نفسي لسه ما اشتغلتش، عشان الناس تبقى عارفه. اول جلسه ان شاء الله بكره وبالتوفيق. بغض النظر، لا انا متواجد وبتاع، بس بعتبر ان انا لسه ما اشتغلتش. بمعنى ايه؟ يعني انا عايز الناس تبقى فاهمه ان انا بحب دايما اللي هو ايه، الواقعيه في الشغل. في فرق ما بين علاء خير الله المواطن اللي بيأدي خدمات عادية اللي هي زي ما بيقولوا ايه تطوعي، وفي فرق ما بين علاء خير الله النائب في مجلس النواب، عشان الناس ما تقولش ده اتغير. هو المواطن مش هيحس بيها، هو هيحس بيها المسؤول. لان انا ممكن كنت بروح عند ناس او مسؤولين ايا كان مستواهم، ممكن يلاقي فيه تغير مني، لان في فرق ما بين وانا نائب. انا حاليا راجل مكلف، راجل بأسأل وبحاسب. الاول كنت تطوع، عملت اهلا وسهلا، ما عملتش كنت بقول للناس الكلام ده، انا بشتغل متطوع ما حدش يحاسبني. لكن حاليا انا المفروض ان انا هسأل عملت ايه في ال5 سنين، شفت فيه ظلم واقع على فلان وما تدخلتش مثلا. بس الناس شايفه، يعني شايفه علاء خير الله المواطن هيأدي ان شاء الله حاجه هو نائب. ده انا لمسته في الشارع هناك الصعيد، يعني في ارض الصعيد هناك، لان حضرتك بتقدم خدمات حتى من قبل ما انت تدخل المجلس. ده انا شفته فعلا يعني على ارض الواقع هناك. فده مديهم ثقه في حضرتك ان انت يعني هتأدي حاجه او هتقدم خدمه فعلا حقيقيه على ارض الواقع للبلد دي. تمام. هي مش هي دي الفكره اللي انا عايز اقوله وعايز اوصله، ان انا في حاجات كنت بقبلها قبل ما ابقى نائب مش هقبلها وانا نائب. احنا معانا مداخله من اسيوط. محمد من اسيوط، السلام عليكم. الله بركاته. اتفضل. انا محمد عبد العال محمد من لقاد مركز ابو تيل. اهلا وسهلا محمد. علاء بيه ده من غير ما يبقى نائب راجل بيخدم وراجل في البلاد، وراجل الليل والنهار بيخدم الناس الفقراء والناس الابوتيت كلها والغنايم وصدفه. الراجل بيبرم في الليل والنهار. الله يخليك يا حاج محمد. وراجل بتاع خدمات. وليه الشعبيه دي كلها دي اللي اخترتها كده وبس يعني كده؟ لا اكيد طبعا، اكيد ما كان في 24 واحد مترشح، لكن هو خد الاصوات دي لان هو راجل محترم وراجل بيقضي وراجل وفي كل الناس عارفاه. والمواطن عشان شاف منا حاجه على ارض الواقع فعشان كده انتهى. ودي مسؤوليه علينا والله، يعني هو الكلام ده. ونحيي علاء بيه الراجل الصعيد المحترم اللي الراجل الخدوم الفقير قبل الغني. ربنا يخليك يا حاج محمد. بشكر حضرتك. دي ثقة يعني غالية، ونتمنى إن احنا نكون قدها إن شاء الله. بشكر حضرتك. حضرتك كنت قبل المداخلة كنت بتقول إن في حاجات هتقبلها. طبعًا. وفي حاجات مش هتقبلها تاني. طب إيه هي؟ زي إيه مثلًا؟ لا أنا مش هصرح بيها، بس هو يعني إيه؟ في تجاوزات من بعض السادة المسؤولين. أنا كنت ما بقدرش أتدخل فيها لأن ما كنتش ذي صفة عشان أتدخل فيها. ولكن لو حصلت التجاوزات دي وانا موجود كنائب طبعا مش ما احنا عايزين نعرف ايه ده عشان اهل دايرتك حتى كله بيتفرج. لا هم عارفين، هم عارفين ان انا اقصد ايه. يعني الكلام عام ان التجاوزات اللي بتتم من اي حد ايا كان، لو في تجاوزات وما بينفذش القانون وبيتجاوز عن تنفيذ القانون، انا بصفتي كنائب مش هقبلها حتى لو ما حدش طلب مني. انا دوري ان انا اتدخل فيها من غير ما حد يطلب. تمام. انا كنت عايز اسال حضرتك على مشكله الصرف الصحي. تمام. يعني كان سبب في وفاه حضرتك اكيد على علم ان هي كانت سبب في وفاه 4 اشخاص في مدينه صدفه. والمفروض كان يبقى لها حل يعني.
او حتى يبقى في اجراء اتخذ بعد الموضوع. طيب بصي، هو بالنسبه لمشكله الصرف الصحي عشان ما حدش يدعي البطوله، هو في خطه محطوطه ان شاء الله خلال سنتين هتكون جميع القرى وصل لها صرف صحي. انا كنت موجود مع سيد المهندس اللي مسؤول عن الاعمال في هيئه مياه الشرب والصرف الصحي، وقال لي الكلام ده، قال لي في خطه موضوعه من الدوله ان شاء الله ان خلال سنتين هتكون جميع القرى دخل لها صرف صحي. طيب خلال السنتين دول المواطنين يعملوا ايه؟ لا ما هم بصي، احنا برضو لازم الناس تبقى عارفه مفيش حاجه هتتعمل في وقت واحد، كل حاجه مرتبطه بفلوس وكل حاجه مرتبطه بميزانيه. لو احنا قسناها على رب الاسره عنده 5 اولاد ليه دخل معين، خلاص دخله 1000 جنيه. سنتين برضو الست النائب، سنتين كتار على يعني هتبقى في معاناه برضو، سنتين كتار على لا ان ده احنا لو هنستكمل جميع القرى خلال سنتين، لا انا شايف ان هي كويسه مش كتير. والغاز الطبيعي نفس الوضع برضو، الغاز الطبيعي مرتبط اساسا بالصرف الصحي. يعني المفروض المكان اللي ما فيهوش صرف صحي ما فيهوش غاز طبيعي ما يركبلوش غاز طبيعي. تمام. ما طيب. برضو ده ليه عشان الناس تبقى عارفه، لان المفروض شغل الصرف الصحي اعمق من شغل الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي، فانا لو ركبت مواسير الغاز الطبيعي هاجي احفر عشان اركب صرف صحي، هكسر نعمل من الاول، هكسر المواسير بتاعه الغاز الطبيعي. تمام. طيب كان في برضو مشكله في قريه، بالتحديد في قريه اولاد الياس، هي مشكلتين بس. الاول هناخد معانا مداخله وبعدين نكمل. الزهيري من اسيوط، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي النائب على خير الله، منور الشاشة. ده صديقي. ازيك يا ابو محمود؟ اتفضل يا استاذ زهير. الله الله يخليك على باشا. والله احنا الدنيا كلها انت منور الدنيا. الله يخليك. طب ممكن تسمعنا بس من التليفون وتوطي التلفزيون شوية؟ حاضر حاضر. والله مع النائب انا بقول لحضرتك ان احنا كلنا امل وثقه فيك ان شاء الله باذن الله تعالى، ان انت كد المسؤوليه، وان انت نائب لابو تيلو صدفه والغنائم مش الدوره ليه بس، ده الدورات الجايه كمان وكمان، وعشمنا في الله كبير سبحانه وتعالى. طب يا استاذ زهير عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. هو ايه اللي خلاك تبقى عندك الثقه دي كلها في سياده النائب علاء خير الله؟ هل هو عمل حاجه على ارض الواقع ملموسه؟ بصي حضرتك، النائب علاء خير الله صديقي من 37 سنه. انسان الانسان اللي ما اتغيرش من وهو صغير عمره ما هيتغير وهو كبير. الانسان اللي بيحافظ على خدمه الناس، لان خدمه الناس دي بتكون في دم الانسان. سعاده النائب علاء من وهو لسه ملازم في بدايه شغله وهو متعود ان هو يخدم الناس. تمام، بشكر حضرتك يا فندم على الاتصال. طبعا ثقه الناس دي مسؤوليه كبيره يعني. ثقه الناس دي مسؤوليه كبيره يعني. كنت بكلم حضرتك على قريه اولاد الياس بالتحديد، في مشكلتين هناك، هي بغض النظر على الصرف الصحي والغاز الطبيعي ده العام يعني. بس في مشكلتين هنا دلوقتي. كان حصل حاله وفاه في مزلقان اولاد الياس، ليه ما اتخذتش، او هل في حضرتك حاطط في اعتبارك ان انت مثلا هتبقى في الخطه الجايه تعمل زي كوبري او حاجه او تطوير نفس المزلقان بحيث ان يبقى في كوبري للمره؟ ده بالنسبه للمشكله الاولى. المشكله الثانيه ان حصل تجديد في جميع مراكز الشباب الا اولاد الياس، يعني تقريبا أنا على حد علمي ان في مشكله ما بين الشباب والرياضه تقريبا وال التربيه والتعليم. التربيه والتعليم. التربيه والتعليم. طيب بتقول ان الملعب تابع ليها. تمام. هقول لحضرتك، انا لما كنت في الانتخابات وكانوا بيسووا لي البرنامج الانتخابي، قلت ان البرنامج الانتخابي باخده من المواطن. يعني انا دلوقتي وبرضه كنت بقول ان المفروض مجموعه اي الشباب اللي موجودين في اي قريه هم اللي بيجيبوا لي المشاكل. يعني انا مش هعرفها غير لما حد يبلغني. وكنت طلبت منهم ان انا المفروض ان هعمل فايل لكل قريه. فلما بيبقى في مشكله زي دي المفروض احد الشباب او الحد اللي موجود اللي مهتم بالموضوع ان هو بيجيب لي هذا الموضوع
عشان اسجله عندي. يمكن كنا قاعدين مع مجموعه وقام قالوا مشكله زي كده وكان حل المشكله ان يتكتب طلب والناس توقع عليه ويجي. طب يا جماعه اعملوا طلب وكذا 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 وكذا، كله سكت. قلت له ما احنا لا هنمشي من هنا ما حدش يعمل حاجه. وانا بالنسبه لي مش هعمل حاجه لان انا عايز طلب موقع من حضراتكم وانا ازكيه واتحرك من خلاله. اللي عايز اقوله لحضرتك ان الكلام سهل، فممكن واحد بيطلع يقول عندنا مشكله كذا وكذا 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 وكذا، طب ترجم هذا الموضوع وهتولي مكتوب عشان اسجله في الاجنده بتاعتي ويبقى خطه الاعمال بتاعتي. فانا اقول بقول على الهواء اهو لجميع ثلاث مراكز اللي عنده مشكله لو سمحت هتهالي مكتوبه في صوره طلب او مش لو في صوره طلب في صوره مذكره تمام. عشان تبقى موجوده عندي ابقى عارف انا عندي مشاكل في اولاد الياس مزلقان عنده مشكله كذا عنده مشكله طب كذا. طب خلينا نقف عند النقطه دي دلوقتي. المواطن هيكتب طلب هيوديه فين؟ هل حضرتك ليه مكاتب؟ ليا مقر موجود ليه دلوقتي ست سنين مفتوح، مش هقول لسه مفتوح دلوقتي. يعني هو يوديه في الثلاث مراكز ولا ابوتيك بس؟ حاليا اللي موجود موجود في ابوتيك. ما انا بتكلم في النقطه دي من البدايه، حتى في اول البرنامج انا بتكلم بقول المفروض ان النائب يبقى له مكتب في كل قريه. لا انا اعلنت وقلت ان انا تصريحي في الجولات الانتخابيه قلت عندي مكتب خدمات في ابوتيك وان شاء الله هفتح مكتب خدمات في صدفه بيشمل لا ما انا عشان كلامي يبقى محدد انا قلت هفتح مكتب خدمات في صدفه بيخدم صدفه والغنايم، ولو اتيحت الفرصه ان افتح في الغنايم هفتح في الغنايم. الكلام اللي بقوله ما بنساهوش. الغنايم دي عايزه حلقه لوحدها. لا ما انا برضو قلت ليه كده عشان انا واضح مع الناس، لان المكاتب دي ليها مصاريف ليها فلوس في موظف وفي ايجار وفي اتنين مثلا اتنين موظفين وخلافه. انا معرفش الظروف الماليه شكلها ايه، فعلى الاقل ببدا بالمكتبين دول. انا لسه برضو صدفه على فكره ما خدتش لسه مكان هناك يعني طبعا. ولكن اللي شغال ابوتيك لان هو شغال اساسا ليه سبع سنين يعني هو موجود، المقر مش لسه جديد هو موجود تمام. وانا بتجيلي طلبات من صدفه وبتجيلي طلبات من الغنايم في المقر في ابوتيك. احنا هناخد مداخله تليفونيه ونرجع تاني عشان لسه الغنايم دي يعني عايزه موضوع لوحدها. السلام عليكم. طيب عاود لسه سلم. كنت بنتكلم على موضوع الغنايم برضو. الغنايم وكومس فحت الاثنين بيعانوا معاناه شديده. بس خليني ببدا بالغنايم. الغنايم انت حضرتك طبعا على علم ودرايه بالنقص اللي في المستشفى تمام، ومفيش بنك والمواصلات. بص هو في مشكلتين يعني ما لسه كنت هقول لك هو مش مشكله يعني انا شايف ان في مشكلتين يحتقوا يعني محتاجين فعلا ان يبقى ليهم حل من القياده السياسيه. رقم واحد موضوع البنك، لان هذا الموضوع يعني طبعا غير مقبول ان مركز زي الغنايم يبقى مفهوش بنك واحد بنك من طبعًا. اي نوع يعني لا بنك اهلي ولا فرع بنك مصر ولا اي حاجه. ده فعلا وضع مش كويس يعني ان يبقى في مركز مفهوش بالظبط. النقطه الثانيه موضوع المواصلات، ويمكن يرجع مشكله وازمه المواصلات للغنايم عدم وجود خط سكه حديد على الخط بتاعها، فده فعلا اللي عامل المشكله الكبيره دي. لكن باقي المراكز متوفر فيها الوسيلتين المواصلات، سواء المواصلات اللي هي العجل سواء ميكروباص او تاكس او خلافه والسكه الحديد، لان برضو توقيتات السكه الحديد بتفرق كتير مع الطلبه الصبح ومع الموظفين. أكيد. احيانا في مراكز بيصادف ميعاد قطر واتنين مناسب للطلبه ومناسب للساده الموظفين، وبالتالي بيشيل جزء كبير من اللي هم عايزين ينتقلوا. اما بالنسبه للغنايم هو ما عندوش وسيله مواصلات غير اللي هو العجل اللي هو الميكروباص او الاتوبيس او خلافه. تمام ناخد مداخله. طيب معانا ايمن من اسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل. ممكن اشارك مع حضرتك واكلم ست الناس؟ اتفضل. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك ايمن فتحي من الغنايم حضرتك. اهلا وسهلا استاذ ايمن. يا نواف سيادة الناس أنا وصلت حضرتك. حضرتك كان لنا مطلب شعب هنا في الغنايم، حضرتك مطلبين، حضرتك اتكلمت دلوقتي انت وحضرتك بتتكلم في مطلب اللي هو موضوع المواصلات. احنا كنا بنتمنى حضرتك ان في على اقل اتوبيسين تعاقد تمام عشان تكدس المواصلات في مركز الغنايم اللي احنا بنعاني منها
وتعالى منها طلبه الجامعه والناس يعني من حضرتك من الساعه 7 ونص او 8 لحد الساعه 11 وما فيش مواصلات. تمام. لان احنا مش زي ما بتقول حضرتك ما فيش سكه حديد. ده نمره واحد. نمره اثنين حضرتك مركز الغنائم ما فيش غير مكانتين بنك اهلي. مكانتين بنك اهلي. تمام. ومكان بنك اسكندريه ولا ما فيش بنك. فحضرتك يعني ازاي مركز يكون يعني بحد مركز الغنائم ما فيش بنك اهلي؟ فاحنا بنطلب من حضرتك تكرما ان حضرتك تسعى في ان حضرتك تجيب لنا بنك اهلي او بنك اسكندريه، بنك يخدم المركز، لان احنا عارف حضرتك ان احنا بنبعد 20 كيلو او 17 كيلو عن صدفه ودمى واسيوط طبعا 45 كيلو. ففي معاناه حتى في الموظفين في اي حد تيجي حاطط طوابير وخناجات على مكانتين، مكان عطلانه ومكان شغاله واحيانا مكانتين تمام عطلانين. بس ف حبيت اوصل صوت لحضرتك. لا تمام، احنا لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده وبنقول ان هو غير مقبول ان مركز الغنايم ما يبقاش فيه بنك. ولكن انا هنبحث الموضوع ده، ما هو اكيد في حاجه مخليه ان ما فيش بنك. تمام. يعني سواء موافقات امنيه سواء كذا، دي انا ما اقدرش اجزم فيها دلوقتي غير لما ابحث الموضوع. لكن الموضوع ده من الاولويات ان شاء الله، ان احنا هنشوف سبب ان مفيش بنك في الغنايم وهنشوف الحل ايه. والمواصلات احنا ممكن ان شاء الله نقدم مذكره للسيد المحافظ ان يفتح باب الترخيص للميكروباص لمركز الغنايم فقط عشان يزود عدد العربيات اللي هي بتنقل المواطنين من الغنايم الى اسيوط ان شاء الله. انا بشكر حضرتك استاذ زين. في عندي مشكلة كومسفحت برضو عشان المداخلات كتير بصراحة، بس عشان وقت البرنامج. بالنسبة لكومسفحت بيعانوا برضو، بيقولوا ان هم ما عندهمش مركز شباب، دي حاجة ما عنده الوحدة البيطرية، ما فيش وحدة بيطرية هناك، فبرضو في معاناة. هل حضرتك حاطط ده في اولوياتك او عند حضرتك علمي بيه؟ انا اول مرة اعرف بيه دلوقتي، عشان كده بقول لحضرتك المفروض ان انا ببلغ بالمشاكل دي او تمام. بالاحتياجات، ومش هنقول ان هي تتحل بكرة. لكن هي بتتحط طبعا في جدول الاعمال لو لها اجراءات، سواء طلب بيقدم لاحد الساده الوزراء عشان موافقه او خلافه، لازم تبقى موجود عندنا الحاجات دي عشان نبدا نعمل لها الطلبات باسم النائب، مش هقول باسم المواطن، لا بعملها باسم انا، وان شاء الله تقدم للمسؤول سواء وكيل وزاره او احد الساده الوزراء، يعني لو محتاج الموافقه منه. تمام. في مشكله بقى كبيره اللي هي مشكله الكيماوي. تمام. بس هناخد بس الاستاذ علي الاول من اسيوط وبعدين نرجع للمشكله دي. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ جهاد. ازيك استاذ علي، عامل ايه؟ ازي حضرتك، اخبارك؟ عامل الحمد لله تمام بخير. والله انا يعني سمعت ان سياده العقيد او سياده النائب بمعنى صح هو كله متعود على العقيد بتاعت اولاد الاس بتاعت الملعب بتاع اولاد الاس. ايوه تمام. احنا كنا لسه بنتناقش فيه. ايوه. يا ريت كنا في المشكله دي يعني نلاقي لها حل ان شاء الله. هو يعني هي مشكله يعني مشكله يعني بسيطه ولا يمكن تتحل الا يعني ايه عن طريق مثلا واحد زي سياده الناس، لان طبعا اكيد 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 هي مشكله تهم كل الشباب في ايه في اولاد الياس. تمام يا استاذ علي، في اي حاجه عند حضرتك تانية؟ لا يا ريت، والمشكله دي مش سهله يعني. لا ان شاء الله سهله كده يعني ايه ان شاء الله. يعني هو في مشكلات كتير بصراحه يعني لها حل ان شاء الله باذن الله. احنا هنشوف بس ازعل المشكله في ايه بالظبط، انا طبعا انا لسه الموضوع ده انا يعني عارفه دلوقتي، فانا تليفوني اكيد موجود مع حضرتك وموجود مع اي حد عندك يبقى يتواصل معايا اعرف بس ايه المشكله ونشوف المشكله واقفه عند مين ونحلها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ علي اتصال. انا كنت بكلم حضرتك من شويه على نقص الاسمنت الكيماوي. الكيماوي دلوقتي بقى يعني مش متوفر غير في السوق السوداء، يعني بيروحوا يشتروا الشكاره هناك ب 260 تقريبا. تمام. يعني فايه حل الموضوع ده؟ هو حل الموضوع ده ان الوزاره، ما انا هقول لحضرتك عشان الموضوع ده يعني موضوع بيهم ناس كتيره من الساده المزارعين وانا واحد منهم، يعني مش اللي انا اللي بستغرب له ازاي الكيماوي متوفر، مش هقول سوق سوداء، لا عند التجار، يعني هو موجود راجل بيبيع كيماوي وبتاع، ازاي هو متوفر عنده ومش موجود في الجمعيه؟ المصنع واحد اللي بيطلع الكيماوي هو نفس المصنع. تمام. والجمعيه على فكره ما بتصرفش كيماوي
من المصنع غير لما بتورد المبلغ. يعني اللي هي الجمعيات يعني محافظة أسوط ليها جمعية تمام وأنا لما بحثت الموضوع لا المحافظة موردة الفلوس ومعلهاش أي مديونيات. طب ليه الكيماوي ما جاش؟ المصنع بيطلع كمية، من المستفيد؟ إن نسبة 70% من إنتاج المصنع بيروح للتاجر بره و30% يروح للجمعية الزراعية اللي هي بتصرف للمواطن. فإحنا يعني عايزين نشوف ال انا بعتذر الاول للمشاهدين على ضغط المكالمات واحنا مش قادرين نستقبل اكتر من كده عشان وقت البرنامج وانا عايزه حضرتك تتكلم. تمام أكثر. احنا في عجاله بس سريعه معلش. تمام في عجاله ان شاء الله احنا بكره الجلسه الافتتاحيه وهنخلص الجلسات الافتتاحيه وهنبدا شغلنا وانا شخصيا هطالب السيد وزير الزراعه يدينا تفسير ليه الكيماوي متوفر عند التجار بره وغير متوفر في الجمعية الزراعية. لأن المصنع هو هو اللي بينتج ده هو هو. يا إما يشوفوا لهم حل لو عايزين يلغوه خالص ويسيبوه حر ما يتصرفش عن طريق الجمعية ما فيش مشكلة، ولكن يبقى في ضوابط عند التجار زي التسعيرة، يبقى مسعر وليه سعر ثابت ويحاسب عليه التاجر لو باعه أغلى من السعر المخصص. تمام. طب في عجالة سريعة آخر حاجة بس كده وعايزاك بعد ما تقولها تدي وعد للمشاهدين. تمام. مشكلة ترخيص التوك توك اللي وصل ل 5200. تمام. وحضرتك عارف إن الناس اللي بتبقى شغالة على التوك توك دي ممكن تكون هي مصدرها الوحيد. حل الموضوع ده إيه كده في عجالة سريعة وبعد ما نخلص عايزة حضرتك بس تدي وعد للمشاهدين. حل الموضوع ده هنشوف مين اللي شرع إن 5200 جنيه لترخيص التوك توك. وبناءً على إيه. تمام. تمام. ونحاول نشوف خلي بالك هي في مشكله تاني برضو انا كنت اقترحتها بس طبعا ما كنتش كان اقتراح بيبقى على مستوى المحيطين سواء في المرور او خلافه، ولكن دلوقتي المفروض المقترح هيبقى اعلى علشان ينفذ. ان دلوقتي بنيجي نقول التوك توك رخص، التوك توك مش عايز يرخص. ليه مش عايز يرخص؟ لان هو جايبه ليه 7-8 سنين وبالتالي لما بيجي عشان يرخص بيقول له تدفع 7-8 سنين الصادر. فانا علشان ادي له حافز ان هو يروح يرخص، لا انا المفروض نطلع قانون او نطلع تشريع يقول ان انا هرخص ادي سماح مثلا لمده 6 شهور ان اللي هيرخص خلال هذه المده هيرخص من اول سنه خلاص. يعني كل اللي فات قبل كده مفيش. المشكله الثانيه ان اللي رخص من 10 سنين بيروح عشان يرخص لاي سبب تاني سواء ضبط. يعني مشكله التوك توك دي ان شاء الله هيبقى لها حل. ان شاء الله هيبقى لها ان شاء الله ان شاء الله. بستاذن حضرتك كده تدي وعد للمشاهدين وبشكر حضرتك طبعا على اللقاء الجميل ده اللي انا عن نفسي يعني كنت مستمتعه بيه وبتمنى حضرتك تبقى موجود معانا وعلى وعد المشاهدين ان شاء الله ان حضرتك هتكون في انا لقاءتي. انا في النهايه بس يعني بمناسبه احب اوجه الشكر للمهندس محمد صلاح رئيس شركه المياه في اسيوط، لان احنا امبارح كان في موقف حصل في عندنا شارع اسمه شارع خلف الساحه وكان في مشاكل في الصرف الصحي وانا كنت متواجد من حوالي 3-4 ايام وحاولنا نحل المشكله والناس شغاله، ولكن فوجئت امبارح ان في تقاعس من المقاول وخلافه، ومجرد ما ان انا ابلغت المهندس محمد صلاح اتخذ الاجراءات فعلا وحاليا الناس شغاله من الصبح لغايه دلوقتي يعني تقريبا 24 ساعه ونتمنى ان يفضلوا شغالين كده لغايه ما المشكله تنتهي ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده وبتمنى لك التوفيق بكره ان شاء الله والجلسه لحضراتكم، بتمنى لكم التوفيق يا رب كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وبكده تكون حلقتنا انتهت. بشكر مشاهدينا كلهم على وعد ان شاء الله بلقاء جديد يوم الاثنين القادم الساعه 7 مساء.